موتي موتي نموت وانا كل يوم نهار ديال لابيسين خساره ماكسون علينا ترينينا مكذبش عليكم ولكن زوين داكشي زوين واعر واعر عندي يضرب لي البرد العنق وما شكيت عليكم راه عندي هاد الدراع ميت ليا داكشي علاش اخوتي ما بقيتش بنت في اليوتيوب في الراديو ما بقيتش بنت في اليوتيوب بزاف راه عندي واحد الدراع راه ميت عليا داكشي علاش جيت للترينين وجيت نبدل الجو وبقاو عندي والتيسات الحمد لله درت موموغرافي لقيتهم مزيانين الحمد لله والشكر لله والله اللي كي ربي تيعطيك هادشي حنا شوف اخوتي اللي كتجي من عند الله مرحبا بها وكي كيقول لك المؤمن مصاب بالنسبه للانسان راه كيكون واقف وما عارفش شنو عنده وشنو فيه وشنو انا هادشي ما عرفتوش اخوتي باللي عندي الولسيسات ملي عندي الولسيسات انا ما عمرني حسيت بهم ما عمر ما عطاو لي الصداع ما عمرهم ديرون جاوني صار حد قال مؤخرا بحال كتجيك ديك سميتها ديال سيلياس كنقولوا ليه بداو اللساني ديالي كينغزو ملي كينغزو انا قلت لاختي اختي مريم قلت لها شوفي لي مريم راه عندي النغيز هنا قلت لها شوفي لي عندي النغيز هادشي ما ماشي نورمال مشيت عند اختي قلبتني قلت لها ما كاين والو ما باين والو صافي وامي تشلل عليا هاد الكتف ماشي تشلل لا العنق والكتف والحريق سيمان اخوتي وباقي الان كنعاني به ولكن ملي درت دوز اسيد كنعاني به ولكن ملي كان درت مشيت عند طبيبه الله يلا هانتم مشيت عند طبيبه هادي الطبيبه وعندي التحاليل وداك لي موموغرافي كاين تما ها هو ها هو لي موموغرافي ها هو كاينش فيه النمره ديالي كاينه ياك هيا لا لا هذوك لا داتا صافي ما فيش ها هو هذا هو موموغرافي اللي درت هادي ديال التحاليل ها باش ولكن الحمد لله الحمد لله والشكر لله التحاليل اللي خرج عندي الخزان زايد خزان زايد 8 عندي السكر بالنسبه للكوليسترول ما عنديش بزاف الحاجه عندي واحد شويه ديال شي حاجه ما عرفتهاش انا ولا ما كاين شي حاجه بالنسبه للتحاليل ديال الموموغرافي خرجوا مزيانين عندي الـ الـ عندي الـ هذا اش كيقولوا لي الكونسير عندي المزيان البنين كتيقولوا لها البنين ولا هذا عندي مزيان عي انا خصني ندير كونترول حنا ما كنديروش كونترول ما تنقلبوش روسنا ما تنبحثوش على روسنا صراحه قلتها كنمرضوا وكنهملوا روسنا الصراحه كنهملوا روسنا وبالخصوص انا هامله راسي كنجري جري 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 صالتي كنصلي الصراحه تقال ولكن هامني روسنا بالنسبه لصحتنا بالنسبه للدات ديالنا جري يا فراسو يداو صحتو انا كنت كنخممش باش نعيش ولادي باش ندير وباش ندير ساعة الولاد ملي كيكبروا راه حتى حد ما كيعقل عليك ماشي مشكل وانا من الحمد لله ملي خرج كل شيء مزيان الامور مزيانه انا على خير وبخير والحمد لله ومشينا ترينينا واش نقول لكم اقسم بالله الا داز زوينه 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 تمشينا واخا حتى حنا ما جرينا زعما باش نربحوا ولا هادي وانا ما تمشينا انا وبنت عمي واختي ومعنا اختي مونيا ما نقولش لكم خوتي الا واعره علاش عجبني الجو عجبني الجو بلا كاين كاينين الناس كاين الجماعه ملي كتكون الجماعه الانسان كيتمشى هادشي اللي كاين ولقيت الناس جيراننا ومتتبعين والناس اللي كنعرف وشكرا شكرا لكم كاملين والناس اللي داروا هاد السباق هاكا وفرحوا الناس والحمد لله واحد البنيه مسكينه بقات هي كتبكي الله يعطيكم الستر انا نشوفها اللي كتجري اللي كيعرف يديها مسكينه يقلب عليها ويديها ديال خصات قالت لك انا بغيت عيب باش نعرف راسي راني درت شي حاجه درت شي انتاج كيما انجاز والله اش نقول لكم الله هي باقا صغيره باقا
حياتي نورا هادشي اللي كاين. وانا غادا دابا للخدمه. شحال دابا في الساعه؟ 12. والله اخوتي الا بواحد من 8 والله الا نتي بكري الا نتي بكري الى النهار طويل. شو جري جريت وبقي الله 12. الامور كلها مزيانه الحمد لله والحمد لله. عي انا خصني نبقى نتبع كل 6 شهور خصني نتبع ضروري وندير ريجيم سينو السكر غيلعب معايا. ولكن السكر الحياه علاش كنتفقصت خوتي الفقصه ولكن الحمد لله الحمد لله كلشي تنقول ليه الحمد لله كلشي كيجي الحمد لله. دابا من دابا ما كاين غير السبور نجري مع راسي بشويه حنا خلعني ما كاين على السبور جري نداف راسي نداف صحتي والحمد لله الحمد لله والشكر لله. حمدتك يا ربي وشكرتك. مرحبا بي اي حاجه تجي بدات مرحبا بها ولا جات من عند الله مرحبا بها. وكيقول لك حتى الا جابها لك العبد غتقبليها بعد منك هي العبد هي العبد بحال الراس تنقولك بحال الراس ماشي كلشي. خوتي حنا اليوم في المارافون ديال السونتر ديال تمارا زين احنا دايرين المسابقه زين جربين هيا مونيا كتعيط راسي مونيا انا سيت فوق عندي روح مع الصوت هذيك هنا مع البي مع الصوت العب القيوة اليوم ما كاينه العب القيوة اليوم غنجري وباقي كاع ما جرينا عرفتي شحال هي العاب القيوة شحال هنا حنا هنا حنا دابا من 9 وحنا هنا شحال دابا الساعة دابا 11 بقينا هنايا ان شاء الله غنجي حنا والاولين جريتو اجا فاطمة الزهرة جريتو فاطمة الزهرة زيدي عندي ها موليداتنا ها هما نجيو حنا الاولين ان شاء الله وشجعونا شجعونا نجيو حنا الاولين اللي ربح اللي ربح غياخذ هادي اليوم اخوتي نجري بنتي لما سبقت انا سبقي انتيا صافي لما سبقت انا سبقي انتي باش نربحو حلمات ما عرفتيش كيقول بنتك تجري صافي هادي اخوتي هاهي طنوبيله جديده كاع الناس غتخليهم يجيو يجريو هاهي بنيتك هاهي بنيتك الزهره تتجري ما شاء الله جايه الاولى مغربي يا اختي كنا مغاربه الصحراء مغربي يا اخوتي ما تدرقوش المغرب ها إذا استعدتم مع الحكم اسمع مزيان اسمع مزيان اسمع مزيان اسمع مزيان ثلاثة جوج واحد يلا 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 أعطية انطلاقة لهذا النشاط النسوي المبرمج في المسخرة أيها الحضور الكريم في المسخرة البطلات الحاضرات في هذه التظاهرات الرياضية والله الا الناس كتمشى وحق الله شوفي يا اختي الحقيقه خص كون كيبقاو يديروا هكا والله تا زوين يخرجوا يزعموا كاع العيالات يخرجوا كون كانوا كيديروا هكا مزيانه كريمه مزيانه اختي
شوف الناس مساكين، شوف العيالات تبارك الله محتاجين مساكن. الله يرحم قبل هذا ديما يدير هذه المظاهرات زوين. عرفتي دابا راه غيمشيو مالي ودورو حتى حنا غندورو. حنا بزاف علينا. غنتمشاو اختي ما مولفينش نمشي اختي. اه تبارك الله واختي راه دوك العضلات كون انا طلعت تمكن خليت كتفي مع دارني الكتب وخليت كتفي خوتي. جري تعمي باش تاخذي الطونوبيل جري 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 ندعيو معانا جري ندعيو معانا تسوق كتجبدني هذه كتجبدني شجعوا 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 شجعوني شحال راكم شحال راكم 538 شوفي ها شو 516 اجوانا سيدي انا شحال 616 سامحوني انا الاخر اخوتي انا قربت نوصل دعوا معايا قربت قربت تماره تماره كل شيء كي زوين تبارك الله وصل عندي انت عاش الملك مال اختي عاش سيدنا عاش ولدو عيد الميلاد اليوم اه ولدو عيد الميلاد دي مزيان مزيان سخفنا سخفنا شو تبارك الله ها هو راه ود عمي ود عمي بنت عمي سيد سرى به العراصيل ام سرى بك العراصيل نقول انا ما عييت بارك الله فيك هي ثانية أنا الأولى وهي ثانية يلا 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 برافو يلا برافو يلا خذ نعم المرتبة الثالثة خديجة نميلي صفيقة حارة عفاكم صاحبة المرتبة الثانية أسوار كوثر المرتبة الأولى فاطمة الزهراء اليونسي سأنادي على السيد الباشا فليتفضل مشكور البوديوم مرفوقا بالسيدة ابتسام صحتكم رئيسة جمعية بسمة الرياضية فلتتفضل المشكورة شحال الله شحال وكيما قال لك دايرين الصغار ما دايرينهمش ما كاينش دايرينهم هما قالوا فم قالوا ما تبكيش ابنيتي ما تبكيش ابنيتي عندك مستقبل قدامك مستقبل قدامك اللي جامي تخوطا ابنيتي باقي الحال دائما السيد باشا في التتويج المرتبة ابتسام الخواد رئيسة جمعية بسمة الرياضية
اما كاس البطله اللي غيسلمها الكاس البطله يسلمها السيد باشا مرفوق بالصيده. متسابقين هما هادو. صحتكم صحتكم يا رب.